يقول أحسن الله إليكم، يعني يطلب أن تخبرهم بشيء من مناقب الشيخ بن باز رحمه الله. الشيخ بن باز قد جعل الله له لسان صدق في الأمة ولا عصيته في العالم الإسلامي، وعرف بمحاسن كريمة بعلمه وكرمه وحلمه وحسن خلقه وعنايته بالحديث والبعد عن التعصب للرأي والنصح لعباد الله والدعوة إلى الله، وكان دمث الأخلاق في معاملة الجليس وحسن الاستقبال والصبر، كان يعمل أعمالا كبيرة في كان في مجلسه يرد على الهاتف، يجيب على المستفتين في مجلسه وعلى المتصلين به، ويرد على المسلمين ويسأل عن القادمين على مجلسه في وقت واحد من هنا، وربما يملي أيضا في هذا الوقت بعض الأجوبة. فكان رجلا عظيما ونادرا. سبحان الذي يؤتي فضله من يشاء. نعم.